السلام عليكم. صدر بحث يمني أخيرا يوثق سياسة التغيير الديموغرافي الذي تمارسه جماعة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014 وحتى يومنا هذا. يظهر البحث إحداث تغيير عميق في بنية المجتمع اليمني على صعيد النخب السياسية والثقافية والقبلية، وكذلك تغيير مناهج التعليم، فضلا عن إثارة النعرات الطائفية والمناطقية بشكل متعمد في البلاد. في حلقة اليوم من حديث العرب نتوقف مع هذه القضية لنبحث واقع اليمن وخصوصا العاصمة صنعاء بعد 9 أعوام من هيمنة ما تصفها الحكومة اليمنية الشرعية ميليشيات الحوثي على أجزاء كبيرة من البلاد. نحاول في هذه الحلقة معرفة طبيعة الفعل الحوثي وإذا ما كانت أفعاله ترقى إلى أن تكون مشروعا متكامل الأبعاد أم هي أعمال عشوائية، ثم نتطرق إلى احتمالية وجود امتدادات إقليمية لما يقوم به الحوثيون من عدمه. أهلا بكم. 9 سنوات من الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني بدعم إيراني، 9 سنوات لم تتوقف فيها محاولات الحوثيين ليس فقط للسيطرة على أرض اليمن بل وكذلك لتغيير خريطة اليمن السكانية وهويته الثقافية. صنوف من الانتهاكات ارتكبتها الميليشيا الحوثية خلال السنوات 9 الماضية في مناطق سيطرتها لا سيما العاصمة صنعاء، فلم تبق الميليشيا شيئا في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها إلا واستغلته دعما لمشروعها الطائفي، فحولت المساجد وجميع مرافق الدولة إلى منابر لنشر الفكرة الطائفية التي يدعمها النظام الإيراني. أما عن المدارس فقد تم تغيير المناهج وتزييفها، وبالطبع عزل مسؤولي الجامعات ليحل محلهم موالون للميليشيا الحوثية وأفكارها. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل تخطاه إلى تدمير الآثار والتراث اليمني وقولبة الصحافة والإعلام بما يتوافق مع أهداف المخطط الحوثي الإيراني. خطط الحوثيين لتغيير الخريطة السكانية لليمن بدأ تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيا منذ الأيام الأولى لسيطرة الميليشيا على تلك المناطق، فقد استهدف النسيج الاجتماعي اليمني بطمس الهوية الأصيلة للمجتمع الجامع لصالح إحياء الهويات الطائفية والعرقية والمناطقية، وكذلك عبر عمليات التهجير القسري الممنهجة وعمليات الإحلال السكاني، وهو نفس المخطط الذي تنفذه الميليشيات الموالية لإيران في كل من العراق وسوريا ولبنان. ما يجري في اليمن إذن بحسب محللين هو أكبر من مجرد صراع مسلح على خطورة ذلك وأهميته، فما يجري هو عملية هدم ممنهجة للمجتمع اليمني ومن ثم إعادة بناء ذلك المجتمع على أسس مذهبية وطائفية. تلك الوصفة الإيرانية التي أثبتت على مدى السنوات الماضية مدى قدرتها على تمزيق المجتمعات وإضعاف الدول وهدم مقوماتها ليضمن نظام طهران استمرار نفوذه في التمدد في المنطقة ولو كان ذلك على أنقاض دولها وحطامها المجتمعي. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا محفظ الألقاب عبد الباسط نعمان الشاجع الكاتب والصحفي اليمني، وفيصل الحذيفي السياسي والإعلامي اليمني، وعبر زوم من باريس الدكتور محمد جميح السفير والمندوب الدائم لليمن لدى اليونسكو. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ معك أستاذ فيصل، يعني الآن 9 أعوام الحوثيون يهيمنون على مقدرات جزء كبير من اليمن في القلب من البلاد العاصمة صنعاء. كمراقب وسياسي كيف يبدو لك الوضع بشكل عام في اليمن وخصوصا في صنعاء بعد هذه السنين؟ ما الذي تغير؟ تحية لك أخي، وهي يعني التهنئة بهذا الشهر الكريم الذي نسأل أن يكون شهر خير وبركة
وانعتاق من يعني من النار، وهي ايضا انعتاق من هذه الميليشيات وهذا الجاثوم الذي قسم على صدورنا. وهي ايضا يعني عبر شاشه الرافدين نهنئ كل المسلمين في هذا الشهر الفضيل. اخي، اقول ان بلادي اليمن، وهذا انا استقيه من عنوان حلقه اليوم، ان بلادي اليمن مسها الضر، ولكن ربي هو ارحم الراحمين. أما صنعاء فأمتثله فيها ما قاله البردوني في مهرجان أربد في مهرجان أبي تمام عندما قال: ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟ مليحة عاشقة السل والجرب، ماتت بصندوق الضاحن بلا ثمن بلا ثمن، ولم يمت في حشاها الفن والطرب. صنعاء هي بيت اليمن، بيت العرب الأول. صنعاء هي يعني عاصمة ويسمونها مدينة سام، التي احتضنت حضارة لما يزيد عن 4000 سنة، وصحيح الدكتور جميح. اليوم تتعرض إلى أبشع أنواع الدمار الفكري والاقتصادي والنفسي والاجتماعي والتربوي والثقافي في كل الأصعدة. صنعاء التي كانت حاضنة لكل اليمنيين اليوم أصبحت طاردة. صنعاء التي دخلت القرن 21 ببائعي الحطب في الشوارع الرئيسية، والجمال والأحصنة وعزكم الله التي صارت تحمل مؤن الناس وحاجياتهم. صنعاء اليوم التي أصبحت حكر على جماعة، على عصابة، على فئة، على طائفة، على يعني جناح من يعني قلة قليلة من اليمنيين أصبحوا هم الذين يتحكمون، ولا ننفي عنهم يعني يمنيتهم حتى لا نكون ظالمين، لكنهم بغوا وطغوا حقيقة في البلاد فأكثروا فيها الفساد. صنعاء التي لا تحتمل هذا التشويه وهذه الإهانة، صنعاء يعني محمية ودخلت في ضمن المدن التي في ضمن مدن التراث العالمي مبكر. صنعاء يعني التي دارت عليها رحى حضارات شاسعة وطويلة. اليوم يا أستاذ مدارسها يعني تهتف بدلا من النشيد الوطنية والأهازيج والمعاني الأعيام وقوانين أينشتاين ودروس الرياضيات بالصرخة وملازم وكتب التي يصدرها عبد الملك الحوثي الذي لم يتخرج من الابتدائية. اليوم يا أخي يعني ليست على ما يرام، ليست على ما يرام. صنعاء مشوهة، صنعاء عاشقة السل والجرب، صنعاء اليوم يتحكم فيها الثالوث الخطير الفقر والجوع والمرض. صنعاء عادت إلى ما قبل يعني زمن الستينات. هذا بسبب الحرب، وكل مدينة وكل بلد فيه حرب. أكيد أكيد هذا يعني. أكيد يا أخي، لكن أنا أتكلم عن أنا رب إبلي، وإلا يعني صنعاء ليست بعيدة عن دمشق وبيروت وبغداد وغيرها، لكن ربما صنعاء الأكثر ألم والأكثر حزن والأكثر كآبة والأكثر دموع. يعني هذه المدينة العتيقة الجميلة التي كانت صخرة أمام كل الطغاة. طيب أستاذ عبد الباسط، اليوم الحوثيون ينفردون بحكم أجزاء كبيرة من اليمن. كباحث وصحفي ومراقب، كيف ترى ملامح الحكم الحوثي في البلاد اليوم؟ ملامح النسيج السياسي والمجتمعي لليمن اليوم مقارنة بما كان عليه قبل حكم الحوثيين. حياك الله أخي الكريم، وحيا جميع المشاهدين الكرام. طبعاً الدراسة عن صنعاء المستباحة هي محاولة تقريبية لما آلت إليه العاصمة صنعاء خلال 9 سنوات. خلال هذه الفترة استطاع الحوثيين تشكيل خارطة سياسية مذهبية بقوة السلاح والعنف والتوحش وتركيع اليمنيين لمشروعهم الطائفي. للأسف 9 سنوات من الحرب استطاع الحوثيين للأسف الشديد بسبب الأخطاء السياسية الفادحة أو نسميها الأخطاء الاستراتيجية الكبيرة لدول الإقليم التي جاءت لتدعم استعادة الدولة، وأيضا التوجه الدولي في دعم الأقليات الطائفية وتغيير وجه المنطقة بشكل إجمال، استطاع للأسف الشديد يعني إحداث اختراق في النسيج الاجتماعي اليمني. اليمنيون كانوا كتلة واحدة، سواء كان سني كان زيدي أو شافعي، كان كل واحد يصلي بعد الآخر، تربطنا علاقات اجتماعية كبيرة، ليست مشكلة في هذا الإطار. لكن خلال فترة الحرب استطاع ليست مشكلة في هذا الإطار، ولكن المشكلة عند الزيدي أنك حرمته من حكم تثبت التاريخ أنه حقه يقول.
هي هذه مشكلتنا الأزلية مع المشروع السلالي الذي حكم اليمن فترات طويلة، كان فترات منقطعة، فجاءت جماعة الحوثي تريد إعادة الإرث يعني الذي هدمته ثورة 26 سبتمبر في عام 1962 وإعادة النظام الجمهوري الجديد. يعني أبادت أن يعني عفوا أستاذ عبد الباسط، تتحدث عن النظام الجمهوري كما لو أنك تتحدث عن نظام ديمقراطي متقدم أنتج ازدهارا في اليمن، ما اليمن يعيش في حالة تخلف اقتصادي وسياسي في عهد النظام الجمهوري، ما الذي يمنع من إعادة النظام الإمامي يعني حتى يجرب اليمن وصفة جديدة، تجربة جديدة لعلها تكون سببا للنهوض من جديد؟ نعم، ربما هم اليمنيون يدركون ما معنى الإمامة وما معنى الجمهورية. نحن نسأل حتى نعرف. نعم، يعني ارتبطت الإمامة في أذهان اليمنيين بالتخلف والجهل والعزلة المجتمعية بحد كبير، وربما يعني الباحثون العرب قرأوا كثير من المذكرات لكثير من الأجانب الذين جاءوا إلى صنعاء خلال الحقبة السوداء من حكم الأئمة، فوجدوا أنها منعزلة تماما يعني عن شبه الجزيرة العربية، منعزلة تماما عن العالم، حتى أن أبو الأحرار محمد محمود الزبيري أسماها يعني بلاد الواق الواق، بمعنى أنها بلاد مجهولة لا يعرفها أحد. وبالتالي ثار اليمنيون ضد نظام الإمامة، فأتوا بنظام النظام الجمهوري، والنظام الجمهوري أزال الطبقية التي كانت في فترة الإمامة. يعني الإمامة قسمت اليمنيين إلى سادة وعبيد، بمعنى أنتم نحكمكم بالقوة والسلاح وما أنتم إلا أجراء عندنا، وهذا ما هو يعني الإسلام، يعني الإسلام منه بعيد، تعليمات هل الإسلام. هل ما زالت سردية الخطاب الحوثي ما زالت تقوم على نفس القاعدة أم ثمة تطوير في هذا السياق باعتبار الزمان والمكان؟ هناك خليط ما بين الأمرين، يعني امتداد التوجه الإيراني الاثنى عشري مع التوجه السلالي للجماعة الحوثية، فربما أزمتنا اليمنية مركبة لم تكن ربما ما قبل 62، ربما تضاعفت أكثر. فالنظام الجمهوري أعاد لليمنيين الاعتبار، أعاد له إنسانيته، في تكافؤ في الفرص الوظيفية. خلال فترة العهد الإمامي لم تكن الفرص الوظيفية إلا للسادة، ما يسمى بالمنتسبين لآل النبي كما يدعون أو كما يزعمون. فبالخلاصة أزمتنا مركبة، استفادت الحوثيين من الهامش الذي حصل خلال فترة الحرب، يعني جاء الأشقاء من أجل أن يساعدوا اليمنيين في عملية استعادة الدولة، لكن للأسف انحرفت مسار المعركة. استفادت جماعة الحوثي في غرس أفكارها الطائفية والمذهبية وخلق جيل جديد من المحاربين للأسف الشديد. هي ترى بأنها لن تستطيع مواصلة استمرارها في الحكم، بمعنى أنه لن تستطيع أن تحكم بالقبضة الحديدية خلال الفترات القادمة ربما، لكنها تريد أن تسابق الزمن من أجل نشر فكرتها الطائفية، نشر معتقداتها، من أجل خلق يعني جيل جديد يعتنق ولاية الفقيه ويعتنق أيضا. سنتحدث عن شيء من التفصيل عن هذا الموضوع، عن المشروع، عن السياسة، تفاصيل والأداء والسلوك السياسي اليومي إذا صح التعبير للحوثيين بعد الفاصل. لكن قبل أن نذهب إلى الفاصل أسأل الدكتور محمد جميح، يعني الآن السردية السياسية التي يبني عليها الحوثيون خطابهم دكتور محمد أنهم تقوموا على حكم سلالي له حق الحكم في هذه البلاد التي حكموها بحسب كتب التاريخ 11 قرنا، في ظل هذه السردية أي مشروع سياسي يقدمه الحوثيون ليمن المستقبل؟ شكرا لك أخي الكريم، وتحية لك ولضيفيك والمشاهدين الكرام. طبعا دعني أصحح معلومة يعني هي شائعة للأسف الشديد لكنها غير صحيحة إطلاقا، أن الأئمة نظام الأئمة في اليمن حكم البلاد ل يعني أكثر من 1000 سنة أو كما تفضلت 11 قرنا، وهذا غير صحيح نهائيا بإجماع المؤرخين. هم حكموا على مدار هذه القرون 11 إنجاز التعبير، لكنهم حكموا فترات متفاوتة لا تزيد على تكاد تصل إلى 200 سنة فقط، لكن على امتداد هذا التاريخ، بمعنى كانت تقوم لهم دولة ثم تنتهي، ثم تقوم دولة يمنية أخرى ثم يعود المرة أخرى، وأحيانا يكون هناك إمامان، وفترة من الفترات حول صنعاء كان هناك 20
إماما حوالي صنعاء، يعني كلهم يزعموا أنه الأحق بالإمامة، وكانوا يدخلون في حروب بينية ذاتية بينهم، يقتل الابن، يخرج الابن على أبيه ويقتل الأخ أخاه، كما حصل مع الإمام من آخر أئمة اليمن الإمام أحمد حميد الدين، قتل 3 من إخوته في سبيل الكرسي. إذا هم لم يحكموا أكثر من 1000 عام، حكموا حوالي 200 عام، لكنها على امتداد هذه الفترة نعم يذهبون ويعودون. لكن هم الإشكال الموجود في اليمن أن لدينا إشكالية في الفقه الزيدي. هذه الإشكالية هي ليست موجودة لدى مذهب الإمام زيد، ولكن أدخلها الإمام الهادي يحيى بن الحسين، وهو الذي جاء إلى اليمن وأسس هذه الدولة. ولذلك في اليمن يتم التعارف على هذا الفقه بأنه الفقه الهادوي المنسوب يعني زورا للإمام زيد. الفقه الهادوي عندما جاء الإمام الهادي إلى اليمن كان قد جاء محكما بين قبيلتين من قبائل اليمن، حصل بينهما خلاف قبلي وثأرات، ثم جاء للإصلاح بين هاتين القبيلتين، فهو جاء إلى اليمن حكما ولم يأتي حاكما، لكنه عندما استتب الأمر وجد أن الأمر ميسور، وعلى عادة العرب يفضلون أن يأتي الدخيل من الخارج أن يحكم دون أن يحكم دون أن تكون فيهما أو في الأخوين على سبيل المثال. ولذلك عندما أصلح بين هاتين القبيلتين فضلتا أن يكون حاكما، فتحول من حاكم إلى حاكم. عندما رأى أن الأمر بهذه السهولة أراد أن يشرع لبقاء أسرته وأولاده، وأن يكون الحكم وراثيا نعم فيه وفي أسرته، فأدخل شرطا غريبا على المذاهب الإسلامية، وهو شرط أن يكون الإمام من البطنين، والبطنان هما نسل الإمامين الحسن والحسين حسب السردية طيب الشيعية دكتور محمد، الزيدية. هذه المقدمة التاريخية حقيقة شديدة الأهمية لنفهم عقلية الحوثيين بالطريقة التي يحكمون بها اليمن اليوم. هل الحوثيون اليوم مجمعون على مشروع سياسي واحد وموحد لحكم اليمن، أم ثمة اختلافات بينية سواء كانت عمودية أم أفقية؟ طبعا الحركة الحوثية فيها من هم منتمون سلاليا لعبد الملك الحوثي، هؤلاء الذين يزعمون أنهم أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام. وضمن إطار هذه الحركة هناك أيضا قبائل يمنية، وهي التي للأسف الشديد يقاتل بها الحوثيون. بطبيعة الحال اليمنيون الذين لا ينتمون إلى هذه السلالة لا يمكن أن يقبلوا، حتى وإن كانوا اليوم يحاربون مع الحوثيين بداعي الدفاع عن الوطن أو بداعي حماية كرامة اليمنيين والعدوان وهذه المفردات التي نسمعها نعم دائما من الإعلام الحوثي، لكنهم هؤلاء لا يمكن بحال من الأحوال أن يقبلوا بهذه السردية. لكن الآن لأنه سبق أن كان لدينا نموذج كبير، وهو عندما كان الأتراك في اليمن العثمانيون يعني اشتغل الإمام يحيى حميد الدين على سردية التدخل الأجنبي والاحتلال الأجنبي والاحتلال التركي، فجمع اليمنيين حوله، واستطاع اليمنيون أن يخرجوا العثمانيين. طبعا هم خرجوا لأسباب ربما تعود أكثر لانهيار الدولة العثمانية، نعم لكنهم خرجوا. عندما خرجوا لم يمكث اليمنيون إلا قليلا حتى ثاروا على الإمام يحيى حميد الدين، نعم بعد أن رأوا أن الأتراك كانوا أرحم وكانوا أكثر عدلا وكانوا أكثر عمرانا من الإمام. لكن هذه التيارات الإمامية هي تستفيد من العامل الخارجي لتعزف على وتر الوطنية عند اليمنيين من نعم أجل مقاومة هذا العامل الخارجي، وليس الهدف ذلك، إنما الهدف التمكين لهم ولسلطتهم. ولذلك هم اليوم الذين يزعمون أنهم يدافعون عن الأرض ضد العدوان السعودي والإماراتي وهذه الأسطوانة. ثبت لليمنيين اليوم بأن هذا الدفاع عن هذه الأرض لم يكن دفاعا عن سيادتها، وإنما كان من أجل أن يسيطروا عليها. ولذلك اليوم شكاوى الناس لا تعد ولا تحصى من سيطرة الحوثيين على نعم أراضي الأوقاف، على أراضي المواطنين، على هذه الأراضي المحرزة أصلا. نعم إذا دكتور كانوا يدافعون عن الأرض لا لتكون هذه الأرض يعني ليكون شعب هذه الأرض سيدا على أرضه، وإنما لتكون هذه الأرض ملكا ووقفا. اليوم اليمن كلها باعتبار أنها وقف للأئمة، وبالتالي يعيدون هذا ما نريد هذا أن نفهم التاريخ من أجل كثيرا أن من يسيطروا على التفاصيل الأرض. بشأنه دكتور محمد، يعني هذه السيطرة الحوثية على اليمن نريد أن نعرف طبيعة هذه السيطرة، ولكن بعد قليل لنا عودة بعد وقفة قصيرة فلا تذهبوا بعيدا.
أسعدكم الله. ما زلنا معا في الحديث عن اليمن تحت سيطرة الحوثيين ومشروع الأخيرين في التغيير الديموغرافي داخل صنعاء بوسائل وأدوات عدة. أستاذ فيصل، لماذا تغيب أي مقاومة يمنية من الداخل باتجاه الحوثيين بالرغم من الطبيعة يعني التغييرية لما يقوم به الحوثيون في الداخل؟ هل المجتمع اليمني بنخبه القبلية والسياسية والدينية في صنعاء تآلف مع ما يحصل في 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 صنعاء مثلا؟ سؤال ظالم، ولكن نقول يعني أظهر العدل في الجواب. أولا، نشأت مقاومات وما زالت من الوجود الحوثي من دماج، والتي استعصت عليهم قرية صغيرة داخل المدينة يعني في داخل محافظة صعدة لأكثر من 3 أشهر. ثم هذا في البداية. في البداية نعم، نحن نتحدث عن الواقع يعني الآن. إذن دعنا نتكلم عن مرحلة ما بعد العاصفة، لأن العاصفة أوقفت عاصفة الحزم وإعادة الأمل لما جاءت في 26 مارس من 2015، وتوقعنا فيها أن 14 دولة بعتادها وإمكاناتها المالية والسياسية وقادرة على أنها لن تعيد صنعاء فقط واليمن، وإنما كنا يعني أنا كنت يومها في إذاعة الرياض وقلت اليوم يعني إنه يوم كيوم ذي قار، استمثل يعني تذكرت ملحمة العرب في يوم ذي القار ويوم الصفة في هزيمة الفرس. نعم. وكانت ممكن أن تكون أكثر. كنا نتكلم عن أن هؤلاء التحالف سيتجه إلى بغداد وإلى دمشق وإلى بيروت. نعم. ثم طموحنا ازداد لتحرير الأراضي العربية المحتلة من إيران في وعاصمتها المحمرة. لكن الحاصل أنه توقفت المقاومة اللي هي العصابات والمقاومة الكانتونات، أو لأنه هناك معنا 14 دولة. تشكل جيش وطني ودعم أيضا بالمقاومة الشعبية. الحاصل يا أستاذ أنه حررت مناطق واستعدنا حوالي 8% من الأرض اليمنية الطائرة حتى العام 2000، وكانت هناك عوائق تماما حتى العام 2020 عذرا. فكانت هناك عوائق تعيق التقدم نتيجة حسابات سياسية وحسابات إقليمية ودولية. طيب. قالها تماما إسماعيل ولد الشيخ في إحاطته لمجلس الأمن بعام 2018 عندما قال نجحنا بمنع القوات الحكومية من التوجه باتجاه الحديدة أو تحرير الحديدة، وهذا شهادة أن هناك منع، وكذلك يقال أن المجتمع الدولي منع التحالف، وكانت صحيحة أو يعني من الخاطر. بعد ذلك حصلت وما زالت تحصل مقاومات حتى الآن. الشعب اليمني شعب أبي، ولا يمكن أبدا أن يستكين ويخضع. حصلت مقاومات في إبو، ووصلت قوات يعني مجامع قبلية إلى عاصمة المحافظة. هناك أيضا مقاومة ما زالت مستمرة في البيضاء، ومقاومة مستمرة في تعز حتى اللحظة. ونشأت مقاومة في عتمة، نشأت مقاومة في حجور، نشأت، لكن هذه المقاومات لم تجد معين للأسف الشديد لا من التحالف ولا من القوى والحكومة، وكانت يعني تقصف ويتم إنهاكها ويتم يعني القضاء عليها نتيجة عدم وجود الدعم التام من قبل، وهذا يعني دماء هؤلاء يعني المقاومين. التحالف سحب يده من سحب يده تماما، والحكومة الشرعية غسلت يده بكلوركس من 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 دعم وإعانة هذه المجامع التي سجلت بأيام ويعني يعني الحكومة الشرعية ربما لا انتصارت على الأرض. لا يمكن الحكومة الشرعية ربما لا يعول عليها. يجب أن تتحدث دائما عن موقف الرياض. هل يمكن القول إن يعني التراجع وانحسار حدة المقاومة في المناطق اليمنية التي تخضع لسيطرة الحوثيين نابعة من قرار استراتيجي للسعودية بإنهاء المقاومة مثلا؟ ممكن. هو كان يقال لنا بأن لا نريد تكرار تجربة ليبيا، وأن علينا أن نبني جيش وطني ونتأخر، يعني مش مشكلة ندرب الجيش الوطني هذا لكن سنة. الجيش الوطني لا يحارب الآن. الجيش الوطني أصبح عبارة عن فئة داخل مجموعة أو كانتون، مجموعة كانتونات أنشئت بعد يعني العام 2015. هناك جيش وطني، وهناك أيضا جيش عمالقة يتبع السلفيين، وهناك جيش يتبع مداخل السلفيين. مداخل تقصد يعني لا المداخل الإمارات الذي يتبع للإمارات جزء منه، وأيضا في سلفيين أحرار يعني حقيقة لديهم يعني حريتهم ومقاومين صادقين للحوثي. ولكن أيضا في الآخر إحنا كنا نقاتل دائما الخارج كان يقاتل كنا نقاتل بأموال الخارج، لكن الآن الخارج أصبح يقاتل بنا، وكان انقطاع الشطرنج نتيجة التكوينات المتفرعة داخل قسم الشرعية. للأسف الشديد هذا أعراف العنصر المقاوم. أما اليمنيين تجربة صالح فقط في 2 ديسمبر، التجربة السريعة لما أفاق
وخرج على الحوثيين احتجت الصنعاء وتعز وإب وذمار والحديدة وكل المناطق هذه الشرعية. كلام طيب هتكت. فيصل أفهم من كلامك أن المقاومة هي رابضة في اليمن لكن تحتاج إلى قيادة. تحتاج إلى قائد. يعني إلى قائد. نحن طيب. نفتقد إلى القائد سواء كان السلطة السابقة بقيادة عبد الرب منصور هادي الذي لم يلبس البزة العسكرية اليوم. اليوم تجد الرئيس الأوكراني من جبهة إلى جبهة ربما ما يرجع البيت. هنا عندما حصل الزلازل حكومة يعني حكومة تركيا كانت يعني ربما تمسي وتصبح ربما لأن ربما الإيواء. لأن زيلينسكي قراره من رأسه ممكن. بخلاف عبد الرب منصور. أما أستاذ الإدارة اللاحقة أستاذ الإدارة اللاحقة سلجان الوقت فقط اتفضل. سأعود إليك معذرة أستاذ عبد الباسط. أنت يعني وراء دراسة أخيرة أو بحث أخير صدر بعنوان صنعاء المستباحة تحدثت فيه عن تغيير ديموغرافي حقيقي وتغيير للبنى المجتمعية تغيير عميق في صنعاء. حدثنا عن ماذا وجدت في هذه الدراسة فيما يتعلق بالتغيير الديموغرافي وسائل الحوثيين في هذا. نعم دعني أعرج قليل على سؤال السؤال الشديد بفضلك الوقت. نعم عندما نتحدث عن التجريف وداخل العاصمة صنعاء طبعا هناك مقاومة صامتة. الدراسة هي خلصت إلى هذا الموضوع بأن المجتمع ما زال رافض وهناك مقاومة صامتة لفكرة الحوثي رغم يعني صنوف التنكيل والبطش والتوحش وما إلى ذلك. يعني لو ذهبت إلى المساجد العاصمة صنعاء لوجدت أن في خطب مسجد خطب الجمعة الذين يحضرون للحوثي لخطباء الحوثي يعد بالأصابع برغم أن هذه المساجد كانت تكتظ بالمصلين وهذا دليل على المقاومة الصامتة بأن اليمنيين لا يقبلوا هذا الفكر الأفكار الهدامة. أما من حيث الدراسة وسائل وأدوات يعني التغيير الديموغرافي الذي يحصل في العاصمة صنعاء في ثلاثة مسارات. أولا التغيير الديموغرافي فيما يتعلق بالنسيج الاجتماعي وهدمه وتقسيمه ما بين سادة وعبيد يعني هناك فرز طائفي ومذهبي موجود سلالي أو غير سلالي سيد أو يمني وهكذا. أيضا هناك تغيير ديموغرافي بفعل التهجير. لو عدنا إلى الوراء قليلا لوجدنا أن مشروع الحوثي بدأ من تهجير أبناء صعدة وخاصة أبناء دماج المنتمين للتيار السلفي وهم عددهم كبير ما يقرب من 15,000. هؤلاء تقريبا نهاية 2013 تاهوا بين المحافظات اليمنية بعد تهجيرهم قسرا وبعضهم تحول بعد انطلاق عاصفة الحزم إلى المقاومة المسلحة ضد جماعة الحوثي. انتقلت الجماعة الحوثية بعدها إلى عمران حيث الثقل القبلي لقبيلة حاشد وهي من أكبر القبائل اليمنية عملت على تفجير منازل قادتها وخاصة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. أيضا انتقلت بعدها إلى تفجير دور القرآن الكريم ثم بعدين تحولت إلى حصار واجتياح العاصمة صنعاء. انتقلت إلى هدم ويعني وعمدت إلى حرب منهجة ضد الأحزاب السياسية اليمنية. بدأت بحزب التجمع اليمني الإصلاح وهو من أكبر الأحزاب السياسية في اليمن ثم انتقلت بعدها إلى التحالف مع علي عبد الله صالح. امتد التحالف تقريبا 3 سنوات لم يدم طويلا. بدأت المعارك بينهم وانتهت بتصفية علي عبد الله صالح والتصفية يعني يتهم الأمن لكن فيما يتعلق أستاذ عبد الله التغيير الديموغرافي يعني نعم. حتى كسبا للوقت يعني ملامح هذا التغيير الديموغرافي هذه الفئة التي تقول بأنها أقلية في المجتمع اليمني كيف تغير ديموغرافيا عاصمة البلاد التي تسكنها الملايين مثلاً؟ نعم سأكمل النقطة فقط. بعد تهجير الأحزاب السياسية اليمنية التي ابتدأوها من حزب التجمع اليمني الإصلاح وانتهت بحزب المؤتمر الشعبي العام حدث حالة فراغ كبيرة. يعني نخبة المجتمع التي كانت تدير السلطة والمجتمع والبلد بأكمله كلها غادرت بفعل التهجير القسري وهنا بدأت عملية التغيير الديموغرافي. عملية التغيير الديموغرافي بدأت بالتهجير القسري للمعارضين السياسيين والمثقفين وما إلى ذلك. يعني تخيل 70% من رجال الأعمال والمستثمرين غادروا البلد. من هم البدلاء؟ البدلاء من أبناء السلالة الحوثية. يعني أنشئ بعد أثناء التغيير الديموغرافي أنشئ اقتصاد طفيلي يعني على أنقاض الدولة بعد أن نهبوا 4 مليار دولار من البنك المركزي وأيضا حولوا المؤسسة الإيرادية للدولة إلى جيوبهم فأثروا ثراء كبير. هؤلاء تحولت إلى عقارات. من الذي أثرى؟ يعني قادة جماعة الحوثي قادة أيوة. هذه الأموال المنهوبة تحولت إلى عقارات. أيضا خلال هذه الفترة
عملوا على نهب المرتبات، قطع المرتبات، كانوا يأتوا يغروا اليمنيين الفقراء والمعوزين بشراء منازلهم، فحدثت حالة يعني حالة شراء كبيرة من قبل جماعة الحوثي للبيوت وربما بأسعار كبيرة. أيضا المسار الثاني عملوا يعني المناطق الاستراتيجية الحاكمة للعاصمة صنعاء كالطوق القبلي، هؤلاء عملوا على تغيير ديموغرافي كبير من خلال يعني تهجير المواطنين. يعني زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي شكل لجنة عسكرية اسمها اللجنة العسكرية بغرض تجريد العسكريين السابقين، وعددهم تقريبا ما يصل إلى الآن 60,000 عسكري. هؤلاء نهبت منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم. نعم. هؤلاء كانوا منضمين إلى الوحدات العسكرية السابقة عقوبة في أنهم على قتالهم ضد الحوثيين. نعم نعم. طيب كنت أريد أن أسألك عن باختصار شديد قبل أن أذهب إلى باريس من فضلك، ما مستوى النجاح الذي أحرزه الحوثيون في مشروعهم فيما يتعلق بالتغيير الديموغرافي؟ باعتقادي هناك مظالم كبيرة، هناك مظالم كبيرة أحدثتها جماعة الحوثي، وهناك يعني على مستوى نهب الأراضي وعلى مستوى يعني تجريد اليمنيين من أراضيهم وممتلكاتهم، هي تمضي في 3 مسارات كما أسلف: التغيير الديموغرافي بفعل النهب المستمر وبفعل التهجير القسري، وأيضا بفعل يعني سيطرتهم على القضاء، أنشأوا ما يسمى بالحارس القضائي من أجل شرعنة ما قاموا به من نهب أراضي وممتلكات وما إلى ذلك. فباعتقادي يعني أنه لن يستطيع الحوثيين الصمود أمام هذا التوغل والتوحش ضد اليمنيين. هناك مظالم كثيرة نفذوها، لكن أيضا هناك شكاوى ورفض كبير من قبل اليمنيين، فالحق سيعود لأهله مهما كان. طيب دكتور محمد، في باريس يعني الحوثيون قبل قليل قلت بأنهم يقاتلون من أجل أن يسيطروا، لكن لا شك أن السيطرة ليست لذاتها، وإنما هناك ما يريد أن يفعله الحوثيون في اليمن. ما الهدف النهائي للحوثيين من حكم اليمن؟ الهدف هو السلطة، هم لا يريدون إلا السلطة إلا السيطرة، هم يريدون السلطة والثروة، ولذلك يعمون على هذا الهدف بمصطلحات مختلفة مثل الدفاع عن اليمن، مثل يعني هو السلطة صحيح، لكن أنا أقصد الهوية التي يراد أن ترسم لليمن، الهوية الدينية، الهوية الثقافية، الهوية السياسية مستقبلا. ولكي تستقر هذه السلطة لابد من أن يدجن المجتمع من أجل أن يكون ملائما وقابلا بالأمر الواقع بهذه السلطة. أنا أضيف إلى ما ذكره الأخ عبد الباسط أنهم لديهم الآن مشروع في قلب صنعاء القديمة التي هي موضوعة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو، وأيضا على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، لديهم هذا المشروع الذي بموجبه سيتم يعني هدم مئات المحلات الصغيرة التقليدية وهي قديمة في أسواق تجارية معروفة في صنعاء، من أجل يقولون إنشاء ساحة جديدة اسمها ساحة الإمام علي، على اعتبار أن الإمام علي، وهذا كذب طبعا غير موجود ولم يقل به أي من المؤرخين، على اعتبار أن الإمام علي وصل إلى صنعاء ولم يصل إطلاقا إلى صنعاء، إنما كان في طريقه إلى اليمن ثم عاد مع الوفد الذي بعث من قبله إلى اليمن محملا ببعض الهدايا التي كان يحملها الوفد، ولكنهم أتوا بهذه الرواية من أجل أن يشرعنوا السيطرة على ممتلكات المواطنين. صنعاء القديمة هي مسكونة، هي مأهولة، بمعنى أنها ليست تابعة للدولة، المساكن فيها تابعة لأسر، تابعة لأصحابها، وإن كانت قديمة بالمجمل هي موضوع على قائمة التراث العالمي وعلى قائمة التراث اليمني، لكنها أملاك مواطنين. هؤلاء اليوم يريدون أن يتخلصوا من حوالي، البعض يقدره بأنه ربما يصل إلى ثلث التراث الموجود في صنعاء بهدم هذه الأسواق وإنشاء هذه الساحة. هذه الساحة من المقرر أن تكون مزارا دينيا ملحقا بجامع أيضا تراثي موجود في صنعاء هو جامع الإمام علي، من أجل أن يكون له هدف أيديولوجي وهدف مذهبي وهدف سياسي طبعا بتثبيت سلطتهم وإعطائها أبعاد دينية، وكذلك الهدف الاقتصادي وهو مهم، لأن هذا المزار الديني إذا ما أتيح له أن يقوم فإنه سيدر عليه الملايين بعد تجهيل الناس وأمر الناس أن يذهبوا أو توجيه الناس أن يذهبوا إلى هذا المزار من أجل النذور وما يقدم لهذه المزارات. لكن الخطير بالأمر
أولا هذا المزار جديد وهو يتنافى مع يعني مع معايير اليونسكو للتراث العالمي، لأنك عندما تنشئ بنية جديدة فأنت إذا تخل بمعايير التراث لأن التراث قديم. ثانيا هذا المزار حسب التصاميم التي نشروها هم له هو يقوم على أساس التصاميم التي رأيناها في مزارات شيعية في إيران وغيرها، بمعنى أنه ليس من السياق الحضاري اليمني ولا من المعمار الصنعاني المعروف، وهذا أيضا مخل ومخالف لمعايير اليونسكو. طبعا هؤلاء من أجل أن يثبتوا سلطتهم كما تفضلت أخي الكريم لا بد أن يغيروا هوية اليمنيين، وأتوا بمصطلح فيه شيء من المكر، وهو مصطلح الهوية الإيمانية، بمعنى أنهم يقومون بسوق كل ما لديهم من مصطلحات ومن أفكار ومن مبادئ مذهبية وطائفية خارجة عن السياق اليمني وقادمة من سياقات مختلفة تحت مسمى الهوية الإيمانية، حتى يقولوا إن من يعارض كل هذه الإجراءات وكل هذه الأفكار وكل هذه المبادئ التي يريدون تسويقها ويعارض الهوية الإيمانية، وبالتالي أصبح اليوم في نظرهم هناك فاصل كبير بين الهوية الإيمانية والهوية اليمنية. بينما نحن نعرف بأن الهوية اليمنية يعني معروف أن الرسول عليه السلام قال بأن الإيمان يمان والحكمة يمانية، لكن أنت اليوم إذا ما يعني ضللت على الدين الذي يعرفه الناس جميعا فإنك على دين الأمويين ودين النواصب، لأن الدين الذي كان قبل أو بعد عام 1962 وهو عام الثورة اليمنية في الشمال على نظام الحكم الكهنوت الإمامي، هذا الدين الجديد يسمونه اليوم دين التكفيريين والنواصب والوهابيين وغير ذلك من التهم الجاهزة، وبالتالي هم يريدون أن يستعيدوا الدين الحقيقي الذي يقولون بأنه يعود إلى الإمام علي وإلى مذهب أهل البيت. طبعا هذه السياسة هي تبارس اليوم إذا كان حزب الله اللبناني يعني اقتطف ربما ثمارها على مدار عقود من الزمن، الحوثيون يريدون أن يحرقوا المراحل، وأنا من هنا أقول بأن سياسة حرق المراحل هذه هي التي كما أشار إليها بعض الضيوف هي التي ستؤدي إلى حرق الحوثيين أنفسهم، لأنهم لا يدركون طبيعة دكتور محمد سأعود إليك، أثرت نقاطا مهمة جدا يعني أرغب في البناء عليها لأسأل الأستاذ فيصل. الحوثيون فيما يقومون به داخل اليمن، هل يقومون بوحي من مشروع داخلي ذاتي يعبر عن هويتهم اليمنية الداخلية بغض النظر عن موضوع الطائفة من عدمه، أم لا يمكن عزل هذا الفعل عن امتدادات إقليمية تحصل في المنطقة؟ لا يمكن أبدا أن يكون مشروع اليمني مشروع يعني جاء من وحي هؤلاء هذه الجماعة ولديها فكرة مثل ما مثلا استعادة حق تاريخي أو كذا مع باطلة، وهنا الدكتور محمد بيّن أنه لم يكن لهم أي إرث تاريخي وإنما كانت هناك جماعات إغارة وتكون، وإلا فالعثمانيين كانوا في اليمن لـ500 سنة، نشأت ويلات الدولة الرسولية فقط حكمت اليمن لـ240 سنة. ما امتدادة المشروع الإقليمي الآن فيه؟ فحاصل يا أستاذ أنه هؤلاء ممكن هو الشباب المؤمن عندما تدرب اللي هي الخلية أو النواة لجماعة الحوثي تدرب مباشرة بعد نجاح الثورة الإيرانية في العام 79 في قم وفي طهران وفي مشهد، ورجعوا لليمن لإنشاء يعني لوجود إيراني لوجود شيعي لوجود ضغط على يعني السعودية وغيرها، وأيضا فإيران أيضا دعمتهم بشكل مباشر. المراكز أستاذ فيصل، ما مصلحة الحوثيين أن يرتبطوا بمشروع إيراني هو محترق إقليميا، يعني بمعنى أنه فقد حضوره وشعبيته في الساحة العربية وصار عنصرا يرى فيه كثير من الشعوب العربية عنصرا عدائيا احتلاليا إحلاليا أكثر مما يرونه امتدادا يعني دينيا، ما مصلحة الحوثيين في هذا الارتباط؟ قالها أحمد محمد الشامي عندما تصالح اليمنيين أو حصل المصالحة في السبعينات بين فلول الإماميين والجمهورية، عندما قال يعني إذا خذلنا إخوة نجد فلنا إخوة كرام بفارس، فاتجهوا مباشرة إلى فارس لاستعادة هذا المجد ولاستعادة هذا الزخم، وبالتالي إيران هذا يعني هو الحليف الوحيد وهو لا يمكن أبدا أن يعين غيره، مع أنه قالها أنور عشقي تماما
في العام 2014 في واحدة من القنوات عندما قال سمحنا للحوثيين السعودي المسؤول السعودي هو يتكلم معروف وكاتب حتى المشاهد العربي يعني يعرف أنور عشقي وهو سياسي سعودي وباحث استراتيجي معروف ورئيس مركز دراسات تكلم على أن هناك دولة خليجية هو قال لم يسمها وهي طبعا معروفة لدى المشاهد بأنها دعمت الدخول الحوثي سهلت لكن إيران هي الداعم الرئيسي وهناك صراع مشاريع في المنطقة لدينا مشروع واضح جدا وهو المشروع الغربي المشروع الإيراني المشروع الصيني والمشروع الإيراني يقوم على دعم هذه الميليشيات في لبنان والعراق وسوريا واليمن فوجد يعني أن الحوثيين هم الجماعة الأنسب وأيضا تدربوا مبكر وعندهم أيضا مخرجات ودخلوا 6 حروب مع الحكومة اليمنية وجاءت أيضا على حين ضعف وعلى حين خوف إخواننا في الإقليم من نجاح الثورة اليمنية والحكومة اليمنية والدولة التي نشأت بعد العام 2011 وبدأ اليمنيين يحبرون دستورهم ولإيجاد عقد اجتماعي يعالج مشكلة الثروة والسلطة خرجوا بحوار نزيه وحوار يكاد يكون مدرسة لمعالجة المشكلات الداخلية بدأوا في مرحلة البناء هناك رقابة عالية وشديدة على السلطة هناك تدريب هناك توفر للمواد التموينية ومشتقات النفطية هناك استقرار سعري ربما خاف من خاف وبالتالي كان الحوثيين هم الحلقة الأسرع لضخ ومد لدخول صنعاء واجتياحه وأيضا الكيد السياسي الحاصل في البلد فالحوثية استفادت من إيران وإيران استفادت من الحوثية وما الملف النووي الإيراني الآن واحدة من أدواته ووسائله الحوثيين في اليمن وضربت مرافق النفط ومنابعه في الخليج يعني كما يقول عندنا وعز الله المشاهد أكلت إيران الثوم بفم الحوثيين وضربت مباشرة هذه المرافق وهذه الموانئ وهذه المصادر النفطية بادعاء أنها من الحوثيين والحوثيين رفعوا يعني تبنوا هذه العمليات وهي ورقة من أوراق الضغط وخدمة للمشروع الإيراني في المنطقة والآن التصالح السعودي الإيراني واحدة من وسائله واحدة من أدواته واحدة من مخرجاته هي الحركة الحوثية في اليمن فيما يتعلق بالداخل وهنا أسأل لو أذنت لي الأستاذ عبد الباسط فيما يتعلق عن الدور الإيراني في الداخل اليمني وخصوصا فيما يتعلق بتأطير النهج الحوثي داخل اليمن كيف بدأ لك هذا الدور الإيراني؟ هل هو دور إيراني مباشر بأفراد وقيادات إيرانية أم بشكل غير مباشر؟ طبعا علاقة إيران بجماعة الحوثي قديمة منذ الثمانينات ومنذ السبعينات والثمانينات الثورة الخمينية عملت على تصدير فكرها الطائفي في المنطقة واليمن بالنسبة لإيران ترى بأنها يعني خارطة طائفية جديدة تريد تشكيل المنطقة من جديد علاوة على أن اليمن يعني مناطق يعني منطقة حدودية متاخمة للحدود السعودية وإيران ترى بالسعودية بأن السعودية عدو تاريخي وبالتالي ترى بأن جماعة الحوثي هي العدو الفعلي الذي ممكن أن يواجه السعودية وما يحدث الآن بالإضافة إلى المعركة الجيوسياسية إيران تريد أن تحجز لها موقع مهم في البحر الأحمر وهو أهم ممر في العالم وما جماعة الحوثي إلا أداة بيد إيران ورأينا كيف تحولت جماعة الحوثي إلى منصة إطلاق لتهديد الملاحة الدولية تنفيذ لمشروع إيران من خلال تحليلي في الدراسة واقع التغيير الديموغرافي وتطيف المجتمع وجدت من خلال معلومات ووثائق في الدراسة بأن التغييرات التي تحدث في المناهج الدراسية وهي الأخطر هي المعركة الفكرية الأخطر يعني 3 مليون يمني في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين يواجهون هذا التجريف فعندما لا تستطيع جماعة الحوثي التحكم بالمحافظات بشكل عسكري 3 مليون يمني 3 مليون طالب يمني يتعرضون بشكل ممنهج يومي بتلقين طائفي يعني كجزء من مدخلات هذا فرأيت بأن هناك خبراء إيرانيين يشرفون على عملية التغيير الديموغرافي ميدانيون في الأرض ميدانيون نعم هناك مكتب اسمه التعبئة الجهادية مختص للمدارس الابتدائية والإعدادية وأيضا مكتب آخر يجري تعديلات وإضافات في المناهج الدراسية وجدت أن في بعض التغييرات التي حصلت كان هناك في كتاب التاريخ للصف السادس تقريبا الابتدائي الخليج العربي حولوه إلى الخليج الفارسي أيضا أضافوا مدخلات جديدة من ضمنها معركة كربلاء من ضمنها دولة طبرس
السستان العلوية، وهي محاولة ربط تاريخي ما بين علاقة اليمن وإيران، وأيضا شرعنة لعلاقتهم مع إيران. وبالتالي ما يحدث من تجريف كبير وهو امتداد للمشروع الإيراني الطائفي، وربما رأينا وصول حسن إيرلو إلى صنعاء وكان هو الحاكم الفعلي وهو ضابط على أساس من المصالح، هذا التنسيق مع إيران أو الدعم الإيراني، أم على أساس من الوحدة المذهبية؟ هناك وحدة مذهبية قائمة على يريدون تغيير وجه المنطقة العربية بشكل عام على أساس طائفي. نعم. وهناك كما تحدثت في البداية، يعني يجري في صنعاء تشييع أم تزييد من الزيدية؟ لم يعد هناك زيدية، هناك تشييع 12 يعني. الأمر مرتبط بالفكر الإيراني. طيب. وولاية الفقه إجمالا. طيب. حتى نكسب الوقت، لو أذنت لي أن أذهب إلى باريس، سمعت ما قاله الضيفان الكريمان وهو أيضا كلام مهم. دكتور محمد، الآن نحن أمام تطور إقليمي، الاتفاق السعودي الإيراني لعودة واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، هل هذا الاتفاق برأيك وما لم يكتب فيه يساعد على تحجيم الحوثيين وبالتالي تحديد مشروع في التغيير الديموغرافي وتشييع المدن اليمنية، أم بخلاف ذلك؟ أولا أنا أعتقد أن المسألة والقضية اليمنية هي قضية يمنية بحتة، بمعنى أن الحرب في اليمن بدأت من 2004 ولم تبدأ من 2015 وهو عام تدخل التحالف العربي. نعم. والقضية يعني سابقة، وبالتالي المشكلة اليمنية والحل هو بيد اليمنيين أنفسهم، إن سلما وإن حربا. وبلا شك أن الاتفاق الإيراني السعودي سيكون له دور، لكن ذلك لا يعني نهاية المشكلة، لأن هناك مشكلة حقيقية بين اليمنيين وبين هذه الجماعة، لأنه في الأخير اليمنيين هم الذين سيكون على هذه الأرض، والجماعة هي التي تريد أن تسيطر على مقدرات الأرض، وبالتالي ستظل المشكلة. وأنا في تصوري أن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي حسب ما أتلمس يعني من موقف الحوثيين الذين لم يرحبوا بشكل كامل بهذا الاتفاق، يمكن أن ودون أن نجزم يمكن أن نقول بأن الحوثيين غير راضين أصلا عن هذا الاتفاق، لأنه لابد للسعودية من أن تدخل بعض الاشتراطات التي يمكن بموجبها أن لا يراها الحوثيون مناسبة لهم، خاصة وأن وجه الخلاف الرئيس بين الإيران وبين السعودية هو الوضع في اليمن وهو المشكل اليمني، لأن السعودية تهتم أكثر بالمشكل اليمني أكثر من غيرها من المشاكل الموجودة ربما في العراق أو في سوريا أو في غيرها من الأماكن البعيدة والتي لا تؤثر بشكل مباشر على الأمن السعودي، لكن الوضع في اليمن هو مهم. لكن هنا يأتي الدور الحكومة اليمنية، إذا استطاعت أن تستغل مثل هذا الاتفاق واستطاعت أن تنسق مع الجانب السعودي وأن تتخلى عن الوضعية الراهنة، وضعية السلبية في تلقي ما يأتي من الخارج سواء من أخبار أو من دعم، وإنما تعتمد على نفسها وترى بأنها هي المسؤولة أصلا عن في مواجهة هذا المشروع الحوثي. أنا أرى أن الحوثيين غير راضين عن هذا الاتفاق، وأنهم الآن يحاولون أن يقوموا بعض المناورات هنا وهناك من أجل أن يثبتوا بأنهم أو أن يقولوا يخدعوا الناس بأنهم اصلا مستقلون عن ايران، مع ان اصل تنشئتهم تنشئه ايرانيه، يعني تسليحهم وتدريبهم وحتى شعاراتهم والوانهم التي يستخدمونها هي الوان ايرانيه. وضحت وجهه نظرك، اشكرك دكتور محمد. ختاما مشاهدي الكرام، اشكر ضيوفي في الاستوديو عبد الباسط نعمان الشاجع الكاتب والصحفي، وكذلك فيصل الحذيفي السياسي والاعلامي، وعبر زوم كان معنا من باريس الدكتور محمد جميح السفير والمندوب الدائم لليمن لدى اليونسكو. الشكر الأكبر لحضراتكم على طيب المتابعة، في حراسة الله.